افتتح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف المرحلة الثانية من تطوير مرفأ الإدراز، والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتلبية احتياجات أهالي قرية الإدراز. تفقد سعادة الوزير الأعمال التطويرية في مرفأ إدراز المتمثلة في إنشاء المكاتب الإدارية والمرافق التابعة لها كوحدات البيع والمظلات وغرفة الحراسة، إضافة إلى تسوير المرفأ، وقد استغرقت تلك الأعمال التطويرية 7 أشهر. قال خلف إن الوزارة تسعى إلى ترجمة توجيهات سمو رئيس الوزراء التي تدل على اهتمام سموه ودعمه المستمر للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة، خاصة ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، إذ يهدف المشروع إلى تلبية احتياجات مرتدي المرفأ والقائمين عليه ومستخدمي من البحارة في قرية الإدراز والقرى المجاورة، مضيفا بأن المرفأ سيخدم حوالي 120 صيادا، كما تهدف الوزارة إلى جعله مرفأ نموذجيا بمواصفات وبمعايير عالية الجودة. أشار الوزير خلف إلى أن مرفأ الإدراز قد شهد عدة مراحل تطويرية، حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى في شهر مايو 2018 عبر تحسين وتوسعة مرافق لتسهيل حركة البحارة وإنشاء مسطح خرساني يسمح بانسيابية إدخال وإخراج القوارب من وإلى البحر. أوضح خلف أن مشروع تطوير المرحلة الثانية من المرفأ يشتمل على إنشاء سوق للسمك على غرار السوق الموجود في مرفأ البديع والحد، حيث يستوعب 12 فرشة بمساحة تقدر ب 172 مترا مربعا، وهي إضافة مهمة لمنطقة الإدراز والمناطق المحيطة لكونه يلبي حاجتهم من خلال توفير سوق للسمك، وهذا جزء من سياسة الوزارة في إنشاء أسواق تخدم الأهالي وتكون قريبة منهم.